حمو العقيد ياسر الحديدي كان في مشرف خدمات في اليوم ده في منطقة كده في مجموعة ارتكازات كانت اتعملت في الفترة ديت، وسيادته استشهد قريب من بنزيم الشمس، كانت حوالي الساعة 8 بالليل 8:10. الله يرحمه، أنا رحت له، كان معاه ضابط اسمه النقيب علي صفا، فقلت أروح لهم أشوفهم قبل ما يستشهد بخمس دقايق. أنا نزلت على الأرض من المدرعة اللي أنا كنت راكبها، وقفت أنا والعقيد ياسر الحديدي، فضلنا نتكلم خمس دقايق، لأن أنا تربطني علاقة بالمرحوم ياسر الحديدي إن إحنا اشتغلنا مع بعض فترة في شرطة السياحة، فنعرف بعض كويس جدا الله يرحمه. فعمالين نتكلم ونتبادل الحديث واحنا واقفين قدام المدرعة. بعديها قال لي طب هتجيلي امتى عشان نمشي مع بعض؟ قلت له يعني على 11 بالليل، الساعة كده 8. قال لي كتير قوي. قلت له طب 10:30 اجي اقعد معاك. 10:30 يا اخي كتير قوي. قلت له يا عم 10:30 كويس. قال لي خلاص 10. قلت له، قال لي طب عشان خاطر ما تيجي 10 ما تاخرش عليا. قلت له ما تقلقش ياسر، هلف لفه ومر على بعض الارتكازات ويرجع لك. والله زي ما بقول لحضرتك يا مصطفى بيه. يا دوبك سبت ياسر بيه دقيقتين، مشيت 200 متر وحصل التفجيرين. كان هو في مدرعه بنسيره هو راكبها، وفي مدرعه فهد، وحصل فيهم العبوتين. وهو كل واحد لعمره طبعا الله يرحمه. الناس ما تعرفش انا يعني بامانه ربنا انا مش متذكر ان انا يعني ايه ان انا لسه متواجد على كيد الحياه، لان ده عمر. انا معدي من المكان ده قبليها بخمس دقايق، قبل ما ساعه ما قابلت ياسر كنت لسه معدي من نفس المكان اللي هم بيحطوا العبوات فين، دايما في البلدور، فمش بقى مش زهره يعني، بيحفر حته في البلدور ويحطها فيها. ده شبيه بالحادثه انك انت انقذت احد الضباط برضه، وكان في اللحظه دي ممكن تروح معاه. والله الضابط ده يعني استغاث، كانت الساعة حوالي 6:30 مساء، كان هو في مأمورية، وربنا يديه الصحة ويخليه لأسرته ولوالده. قال أنا الأمن المركزي الضابط اللي معايا صفينا عيل إرهابي بيزرع عبوة، بس أنا اتصفت بطلقة. انا كنت بتحرك في شمال سيناء مصطفى بيه، عربيه ربع نقل، عربيه ربع نقل سيادتك. يعني انا طول عمري كنت دايما كاره قصه المدرعات دي، دايما اركب، كنت الوحيد اللي بركب عربيه نيسان شبه عربيات الاهالي يعني. فبتحرك بالعربيه، فجريت بالعربيه، يعني مش عايز اقول لحضرتك قسما بالله انا خدتها من قدام المديريه المكان اللي هو لغايه المكان العربية اللي هو فيه العربيه اهي. نعم. اللي انا كنت بتحرك بيها. رحت هناك سيادتك، رحت قبل الاسعاف. حطيته، كان هو راكب عربيه ملاكي، حطيته في العربيه ورجعت بيه على المستشفى قبل الاسعاف. يعني مش عايز اقول لحضرتك في ضرب النار، اقسم بالله ضرب النار شغال، واللي هو مصطفى رجائي كان مساعد وزير المنطقه كان موجود في الوقت ده وشاهد على الواقعه دي بالذات، وبقى يقول لهم لو سمحتوا محدش يتكلم على الجهاز، وبصحوا الطريق لعبد الكريم بيخليه ايه يتحرك براحته يعني. يعني انا الحمد لله بقيت اعدي من الاكمنه وقت الضرب، والله العظيم انا مش مصدق ازاي دي تمت، بس كان من اجل ان عماد خد طلقه في فخده، ربطت له رجله بسرعه وخدته ونقلته المستشفى ودخل، والحمد لله عماد حي يرزق يعني. اظن ربنا يدي الصحه، ربنا يدي الصحه ويكرمه ويوفقه. والله فيعني الحمد لله. لا الحمد لله، يعني ايه الواحد مش بيتكلم عن نفسه، لا الواحد، انا اقل واحد عمل حاجه مصطفى بيه على فكره. احنا في شهداء كتير، في ناس ضحت بارواحها، ناس ضحت باسرها، ناس وبامانه ربنا وكلمه للتاريخ، سياده الرئيس السيسي بيولي اهتمام بالغ جدا، هو السيد الوزير محمود توفيق او السيد القائد العام، القائد العام، باسر الشهداء وباسر المصابين. ليك صوره مع واحده من